الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. تفسير سفر المزامير لبون أنطونيوس فكري المزمور 41. هو مزمور نبوي يتحدث فيه داود عن مقاومة الأشرار للسيد المسيح وآلامه ونصرته، ولقد أشار له السيد المسيح بكونه نبوة عن خيانة يهوذا له، ولذلك تصلي الكنيسة هذا المزمور في صلوات الساعة الثالثة. نفهم المزمور بطريقتين: واحد، طريقة تعليمية فنرى فيه مكافأة من يهتم بإخوة الرب. اثنين، طريقة نبوية. الآيات من 1-3: طوبى للذي ينظر إلى المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب، الرب يحفظه ويحييه، يغتبط في الأرض ولا يسلمه إلى مرام أعدائه، الرب يعدده وهو على فراش الضعف، مهدت مضجعه كله في مرضه. المسكين هو المحتاج ماديا، المريض، الخاطئ، الذي لا يعرف طريق الله. والله يعطينا أن نهتم بكل من لا معين له، بشرط أن تكون لنا هذه الرغبة أن نخدمهم، فنخدم ربنا يسوع فيهم، فهم إخوته الأصاغر. وإن لم تكن لنا هذه الرغبة، علينا أن نغصب أنفسنا، فملكوت السماوات يغصب، وهذا ما نسميه الجهاد. ومع الجهاد سنختبر فرحة اللقاء مع الرب يسوع. والمسيح في تواضع عجيب يقول: أنا محتاج لخدماتكم، كما قال للسامرية: اعطني لأشرب، ويقول: أنا عطشان، فهو عطشان لكل نفس لتخلص. ومن ينظر لكل محتاج ويقدم له خدمة ينقذها الله في يوم الشر. ولكن المسكين هنا إشارة ونبوة عن المسيح الذي افتقر ليغنينا، وصلب في ضعف لتكون لنا نحن الضعفاء قوة. ومن ينظر إليه يستمد منه المعونة ينجيه، ومن يقدم خدمة روحية فالله هو الذي يعطيه ليعطي لمن ليس له. ويوم الشر هو اليوم الذي يهاجمنا فيه إبليس، وهجوم إبليس يشير لسقوطنا في خطية أو تجربة مؤلمة. وفي يوم الشر هذا يرحم الله من رحم إخوته. ويوم الشر أيضا يشير إلى يوم الدينونة، فيه يرحم الله من رحم إخوته ولا يسلمه ليد أعدائه الشياطين. والرب يعدد الرحيم في هذه الحياة وفي الدهر الآتي. وفي هذه الأرض يحول الرب الأرض سماء، يجعله في الأرض مغبوطا، ويقيم داخله ملكوت كملكوت تسبيح وتهليل وشكر على غنى نعمة الله المجانية. بل يهب الله له الصحة، الرب يعدده وهو على فراش الضعف، يعينه على سرير وجعه. وقد لا يتم الشفاء النهائي، ولكن يشعر المريض بأن الله معه ويقويه ويسنده، وأنه ليس وحيدا كما كان المسيح مع الفتية الثلاثة في الأتون. وربما يشير السرير لفراش المرض الروحي والفتور، وهنا نجد السيد المسيح المعين الذي ينتشلنا من هذا الفتور ومن سرير الشهوة الزمنية، ويعطينا حرية من العدو الشرير. آية 4: أنا قلت: يا رب ارحمني، اشفي نفسي، لأني قد أخطأت إليك. ما أعزب أن يعترف الخاطئ بخطيته ويرجع إلى الله، فيرجع الله إليه. فكثير من أمراضنا الروحية بل والجسدية سببها الخطية، والله قد يؤدب بالأمراض. والمرتل ذكر سابقا أن الله يعين من على سرير وجعه إن كان رحيما، لذلك يعترف بتقصيره ويطلب الرحمة. آية 5: أعدائي يتقاولون علي بشر، متى يموت ويبيد اسمه؟ في آية 4 سبق واعترف بخطيته، وهنا يشتكي المقاومين الذين يطلبون إبادته. والشيطان يود لو أباد كل أولاد الله وكنيسته، ولكن هذه الآية هي صوت المسيح الذي اتهمه أعداؤه زورا، ورتبوا في هذه الساعة حكم الموت ضده حتى يباد اسمه. ولكن المسيح مات ولم يباد اسمه ولا باد اسم كنيسته. الآيات من 6-9: وإن دخل ليراني يتكلم بالكذب، قلبه يجمع لنفسه إثما، يخرج في الخارج يتكلم، كل مبغضية يتناجون معا علي، علي تفكروا بأذيتي، يقولون: أمر رديء قد انسكب عليه، حيث الضجع لا يعود يقوم. أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به أكل خبزي، رفع علي عقبه. هذا ما حدث من أخي توفل ضد داود الذي صار رمزا ليهوذا. وهنا نرى مؤامرات تحاك ضد المسيح من الأشرار ومن الشيطان ضد الكنيسة. هذه الآيات تنطق بما حدث للمسيح حين اجتمع اليهود برؤساء كهنتهم، وكهنتهم والفريسيين والناموسيين، بل وبيلاطس وهيرودس، بل والشعب كله ضده، تشاوروا عليه ليصلبوه، ظنا منهم إنه إن مات لا يعود يقوم،
حيث الضجع لا يعود يقوم. إنسان سلامتي يهوذا الذي كان تلميذا للرب من رجاله الذي وثق بهم وأكل معه، الآيات من 10 إلى 13. أما أنت يا رب فارحمني وأقمني فأجازيهم، بهذا علمت أنك سررت بي، إنه لم يهتف علي عدوي. أما أنا فبكمالي دعمتني وأقمتني قدامك إلى الأبد. مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد، آمين فآمين. المسيح مات ودفن، وهنا كأنه يصرخ أقمني، وهو قام وصار له سلطان ليدين كل الأشرار، وفيه صرنا محل رضا الآب. سررت به لقد سر الآب بطاعته، وفيه سر بنا إذ بدمه تبررنا. فهنا نرى نبوة عن القيامة، قيامته وقيامة الكنيسة وتبريرها، وأن المسيح سيدين العالم، والكنيسة موضع سرور الآب لأن المسيح يشفع فيها للأبد أمام الآب. سررت بي أقمتني قدامك إلى الأبد، فهل قام داود أمام الله للأبد؟